مرحبا، أنا اسمي محمد، عمري 12 سنة. أنا ساكن هون مع عائلتي. أنا من سوريا وأنا أحب كرة القدم. أنا سافرت من سوريا لهولندا وطولنا على الطريق شهر. أنا لحالي تعلمت الطابة. أنا أشوف كريستيانو رونالدو على اليوتيوب ويلعب يساوي حركات أنا أتعلم منه أساوي مثله. أحاول أساوي مثله. أنا بعجبني إنه أكون ألعب بنادي مع النادي هولندي مشان أتعلم اللعب. أنا أحياناً بروح الملعب أروح عليه نشوف هولنديين عم يلعبوا بعدين نلعب معهم طابة بحكي معهم نلعب مثلاً 2-2 3-3 هيك كلمات الطابة سهلة يعني باص سخيت هيك نقول لهم بيعطونا باص نلعب. الرنين تباردن أنا بروح للمدرسة وبدرس وأنا بحب الرياضيات والهولندي سغات سن باسكتبول الهولندي فوتبول بالعربي كرة قدم بالعربي كنا نكتب من اليمين إلى اليسار وبالهولندي صرنا نكتب من اليسار اليمين وهذا صعب شوي. أنا أتعلم الأرقام بالهولندي بالمدرسة 1, 2, 3, 4, 5 خذة 1, 2, 3, 4, 5. أنا عندي أصعب شيء بالطابة أنه أسجل جول براسي لأنه شعري بتخربط. أنا بعجبني أتفرج على الحصن وأركب الحصن. هاي يومان بدي تفانى بوني غايبة. لا أنا بحب أركب الحصن لأنه بسوريا تعلمت الحصن يتذكروني بسوريا. لا شكشاك بغاف غريما. لا كيف فنتي لك؟ عايش هابي بيبي. يا دي كومت بيبي أو 2 مانة أو 2 مانة كومت رم بيبي. يا البوك إيش هيل خروت البوك. يا ده بوك إيش ديك يا يا زون فولتش إيش أوك خروت. ترخ كمان خويت مارين الباك. Ja, doe maar snel erin. Zo, gooi er maar in. Gooi er maar in. Kom maar. Geef je aan, ja. Ja. Goed zo. Hoppatee. Tot de volgende keer, hè. Ja. En succes met voetbal, hè. Ja. Ja. Doeg. Doeg. وانا حلمي انه نرجع لسوريا ونكون بأمان وسوريا تصير كويسة يعني ونرجع لسوريا. يمكن أشوفكم بالنادي ومع السلامة.